السلام عليكم أصدقائي، معكم أبو هارون. اليوم صبحية نهار الجمعة، هذا ذكر شهرمان وهذا ذكر أبو معلقة، هذا على الغاطيط وهذا طار في مسافة شيمية، ضربته ضرب البلاك الأسود السيلر بيلوت، والله جابه في شي 100 متر بالجو. لكم ما أجمله ذكر الشهرمان، بجنن. تقبلوا تحياتي وإسع النهار بأوله، إن شاء الله الله بيبعث لنا رزقه كويسي. السلام عليكم ورحمة الله.